أحييكم من العاصمة القطرية الدوحة لليوم الثاني على التوالي. نحن معكم في هذا البرنامج الخاص، برنامج خليجي والنعم. العراق العائد للبطولة والعماني المتألق في قمة كروية للمجموعة الأولى، وذكرت أن على العراقيين أن يضعوا التاريخ خلفهم في مواجهة العمانيين بعد أن تحولوا إلى منافس قوي وإلى صاحب أرقى وأفضل العروض الفنية في المنطقة الخليجية، وخير دليل على ذلك ما قدمه منتخب السلطنة في نهائيات كأس آسيا الأخيرة. أنا أعتقد كأس الخليج البطولة هذه لها دور كبير في ان الفرق ايضا ترتقي الى مستوى افضل. عندي احساس ان مركز متقدم جدا راح يكون للمنتخب العماني، واتمنى لكم كل خير يعني. فنان سيد الملعب، رب جماهيرك شد العزم ولعب، يا حمر يا فنان يا سيد الملعب، رب جماهيرك شد العزم ولعب، مرسوم لعبتك يا سيد الملعب، خطير هجمتك من الدوحة. نحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انزل على الساحة يا سهمنا الأحمر، يشهد لك الملعب إنك ترى الأجدر. انزل على الساحة يا سهمنا الأحمر، يشهد لك الملعب إنك ترى الأجدر.